هاي يا حبايبي، انا بموت فيكم وبحبكم كثير وجمعتكم مباركه. اليوم غدانا تاخر لانه كنا عم نتسلى باكلات هيك وهيك، ويعني مشوا حالكم. بس غدانا مميز اليوم لاني تاخرنا بالغدا، رح نعمل سلمون، والسلمون مفيد جدا جدا جدا. وهي بنتي عم تعملكم لايك لايك يمي. السلمون بجنن، كثير طيب والله. وخصوصا ريتاج، انت بتحبي السلمون كثير يا ريتاج صح؟ السلمون اطيب سمك بالعالم، وبتحبه كمان ناي لانه بتحب السوشي كثير صح؟ ما بتحب انه يكون مطبوخ صح؟ ايه، مشان هيك انا عملت لها قطعه تاكلها نيه. طبعا هو فوائده كثير كثير كبير الحمد لله. انا بنوتاتي الحلوين كثير بيحبوه الحمد لله رب العالمين. عودوا اولادكم على هيك اكلات مشان لما يكبروا ما يحسوا بضيقه وهن عم ياكلوها. طبعا شوفوا شو لحط، ما ححط غير زيت زيتون، شايفين؟ زيت زيتون مفيد جدا، انا بستعمله بكل اكله. طبعا حنحط زنجبيل، زنجبيل اخضر، وكركم، كركم اخضر، اوكي؟ شوفوا كيف بشرت هون، بشرت الزنجبيل والكركم مع بعضهم. هلا رح نضيف لهم شوية فلفل، شوية ملح، نضيف لهم شوية دبس رمان، أي شيء أنت بيواتي فصيلة دمك تقدر تضيفيها، ما عندك مشكلة. ولا تنسوا القلقاس، أنا لازم أحط القلقاس، ترى كتير مفيد وبنصحكم كل يوم تاكلوه وطعموا ولادكم فيه، لأنه بيقوي جهاز المناعة بطريقة مو طبيعية. لك اللي معه الكولون، الكولون بيطيب منه. يلي لك أي مرض، أي مرض معكم، هذا بيعطيكم مناعة من كل امراض ما شاء الله. وهي صينيتنا جاهزه، حطينا قلقاس، حطينا قطع ليمون، الخلطه تبعي اللي فيها ثوم وزنجبيل وكركم، وحطيت شويه من دبس الرمان. اللي انت شو بتشوفوا حابين تكون مع الاكله من خضروات حطوها، لا تقصروا بنفسكم، كلوا اكل مغذي ان شاء الله. الف صحه وعافيه. هلا رح نحطها بالفرن، وانتهت اكلتنا ان شاء الله الف صحة وعافية. شايفين القلقاس بينشوى شوي، بيطلع طريقته بتجنن. طبعا انا ما حطيته غير ربع ساعة لانه اصلا السلمون ما بده نار زيادة لانه بيستوي بسرعة. وشوفوا حتى الليمون والخضرة يعني لساعتها هيك تقدروا تاكلوها بغذائها الكامل، ما بيروح منها، وكله شي مشوي، كله مشوي، احسن شي مشوي. ميرسي لمتابعتكم، يسعد لياكم، انا بحبكم كثير، والله معكم، والى اللقاء، الى اكله جديده وسناب جديد، الله يسعدكم.